السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نجاة الظهري. اليوم مش نعملو بيتزا، بيتزا للصغيرات. نستحقوا البيتزا. انا لنا عندي 300 غرام فرينة، عندي لنا خميرة فري، عندي لنا شطر كيس حليب باش نكملو به الشطر الاخر ماء، وعندي ملح وعندي زيت زيتونة. بالطبيعة عندي الربو. نبدو على بركة الله، نحطو العجينة متاعنا للطاجن. شو نحطو الفرينة بتاعنا هكا، حطوا الخميرة، الخميرة باش نحطوا شوية ملح، باش نحطوا شوية زيت، مغرفة زيت. أنا حطيت لنا مغرفة زيت زيتونة، وعندي لنا بالطبيعة شطر كاس حليب، نزيدو عليه الماء. زدنا عليه الماء باش نصبوها العجينة متاعنا. خلو العجينة متاعنا تتعجن ومن بعد نرجعوكم في الأثناء. رجعنا لكم، هذه العجينة متاعي، خلاها ترتاح هكاكا نصيف ساعة باش تخمر شوية، ومن بعد نرجعو لكم في الأثناء. رجعنا لكم في الأثناء، توا باش نوريكم اش نستحقو. ديجا أنا باش نعمل هنا كينا، عندي طماطم سيريس، عندي طن، عندي لنا حبق أخضر أنا قصيتو، عندي لهنا كينا كبار، وعندي لنا كورجيت، معناتها عندي قرع اخضر مقصوص مكعبات صغيره. نستحقوا الطماطم هذية، عندي ملح، وعندي فلفل هنا كنا ابيض، عندي لنا حبق شايح، وعندي لنا مازاريلا خاصه بالبيتزا، وعندي فرماج بريزيدون اللي هنا كنا ماهوش ما فيهوش ملح، وعندي لنا زيت زيتونة. لنا عندي لنا حطيت شوية طماطم باش نحط عليها الزيت زيتونة، باش نحط الحبق الشايح هذاك، ضروري الحبق الشايح تجي بنينة بيه. عندي لنا الحبق الأخضر هما باش نزيد نحطهم، عندي شويه باش نحطهم يزيد يفوحوا. هذه هي الخلطه نتاعي، زيت وطماطم وحبق، باش نحط فيها فلفل ابيض، واللي عنده فلفل اكحل ينجم يعمل فلفل اكحل. ولنا عندي ملح، والملح حسب الحاجه بالطبيعه. هذه الخلطة نتاعي، حطوا هذا الكل على جنب كيف هكا. هذه المزهر اللي باش الجبن باش نحطوهم على جنب، باش نجيبوا لنا الفارينة نرشوا لنا بالفارينة. وهذه ها هي لهنا خمرت، بالرغم اقل من نص ساعة لكن خمرت. باش نحلو العجين متاعنا، كملوا نحلو العجينة متاعنا ونرجعوكم في الأثناء. رجعنا لكم في الأثناء. أنا عندي هذه القالب متاع الشونسون، عندي القالب هذا المتوسط، وعندي القالب هذا الكبير بالكل، هيك كبير، وعندي المتوسط. أنا باش نجرب المتوسط، باهي للصغيرات ما ننسوهمش في سيدي رمضان، يحبوهم الصغيرات. حطوهم في الطبق نتاعنا، انا عندي طبق لهنا، الطبق نتاعي انا حاطه فيه بابي كويسون.
نعاودوا كالعاده نزيدو نحلو العجينه نتاعنا. لكن انا مش نوريكم ديريكتومون هنا، هذيا الكعبات نتاعي وهذيا هنا الصوص بالزيت والحبق فوحناها، حطوا هكا حبوها الصغيرات حتى لمجة. والحشوه اللي كنتوما بالطبيعه تزينوها من فوق، تحبوا مزر تخلوا كم فرماج ومزاريلا اكاهو كيما تحبوا، تحطوا كم مزاريلا اكاهو كيما تحبوا، الخضره الكل تنجم تجي. انا عندي لهنا كينا باش نحط شويه قرع اخضر هنا تعطي جو بنينة. هذه باش نحط فيها شوية كبار هكا اللي عندكم ينجم يجي. انا خاطر عندي بنتي تحب بالكبار وعندي ولدي ياكلها بالكورجيت هذاك عليه والطن. توا هذه المزاريلا خاصها بالبيتزا اللي شريتها باش نحطو كيتن هكا. حاولوا صغيراتنا ما ننسوهمش في سيدي رمضان. مش نزيدهم شويه فرماج هنا هني قط شويه فرماج هكا. هذوما كعبات البيتزا نتاعنا حطوهم في الفور منظرهم مزيان. بعد كي قريب يطيبوا مازالوا لهم هكاك حكايه دقيقتين نجمو نحطو الطن، خاطر الطن ما نحطوش من الاول، كي تحطو الطن من الاول يتحرق، ماذا بينا نحطوه في الاخر طن باش يبقى محافظ على النكهه نتاعو ومحافظ على بنتو. حاسيرو نحطوهم في الفرن نتاعنا وبعد نرجع لكم في الاثناء. رجعنا لكم، هذه البيتزا نتاعي، هذه الميني بيتزا للصغار هكايا باهيه في سيدي رمضان. هكا هما ديجا صغار في رمضان يبدو فاترين، ما ننسوهمش نعملو لهم اللي يحبوا عليه. وهذه فضلت لي العجين، وليت عملت بيتزا كبيره شويه، عملت فيها طماطم سيريس، عملت فيها القرع الاخضر. هذه الروسيت نتاعي. نودكم ونشهيكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وان شاء الله في روسيت اخرى وفيديو اخر، ونقولكم باي باي وشهية طيبه.